السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. استعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للعاشر من شهر يناير لعام 2021. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: ولي العهد رئيس الوزراء يقود استراتيجية طموحة لجعل مملكة البحرين مركزا للابتكار. وزير الخارجية يبحث مع السلطة التشريعية نتائج قمة العلا. وإلى صحيفة الوطن والتي استهلت: تنفيذا لأمر ولي العهد رئيس الوزراء بدء توزيع الأقلعة الإسكاني. ومع صحيفة البلاد والتي نقلت: وزير العدل قانون يوجب رؤية أبناء المطلقين والزواج الإلكتروني. ومع صحيفة الأيام والتي نشرت: جمعيات تطالب بوقف التعسف ضد الصيادين، توظيف 1000 بحريني في العام خلال 9 أشهر. إلى صحيفة البلاد والتي نشرت أن المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كشف عن قرب الانتهاء من الأعمال التطويرية لحديقة المحرق الكبرى، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن إنجاز 94% من مشروع تطوير هذه الحديقة. السعودية تقود السفينة الخليجية بحكمتها وصفاتها المجيدة، عنوان مقال للكاتب أسامة الماجد في صحيفة البلاد. فإلى سطور هذا المقال: لقد أسهمت الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في كل قضية عربية بما يتوجب عليها إسهاما كاملا، ومواقفها مع الجميع في مختلف الميادين كثيرة ولا تحصى. الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية تضع نصب عينها دائما أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والنهوض بها وتعزيز شخصيتها المستقلة الشامخة وصون عزتها وكرامتها. وها هي اليوم وفي هذه المرحلة التاريخية المهمة المليئة بالتحديات تقود السفينة الخليجية بحكمتها وصفاتها المجيدة المباركة، منطلقة من نقاط أساسية ثابتة عبر التاريخ وهي توحيد العمل الخليجي والكلمة. السعودية كانت ولا تزال بلد الخير والحب والأصالة والانتماء الصادق والمخلص للأمتين العربية والإسلامية، ونحن كشعوب خليجية على ثقة تامة بأنه بقراراتها الحكيمة ومواقفها سيتحقق لنا المزيد من الأمن والاستقرار والنماء والازدهار والتقدم. بينت صحيفة البلاد أن وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة صرح أن عدد المخالفات التي تم رصدها عن طريق نظام الرصد المتحرك خلال العام 2020 بلغت 2444 مخالفة. في تصريح خاص لصحيفة الوطن قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف خلال زيارته لمزرعة استزراع سمكي نموذجية في المالكية إن الوزارة تقوم حاليا بتهيئة 19 أرضا للقطاع الخاص لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي، مضيفا أن الوزارة تدعم دخول الطاقات البحرينية في مجال الاستزراع السمكي. خط الكاتب فريد أحمد مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان: دول التعاون نقطة ومن أول السطر. فإلى هذا المقال: التصريحات التي توالت من قبل العديد من المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي
خاصة وزراء الخارجية بعد انتهاء قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية، أكدت أن القرارات التي خرج بها القادة هي بمثابة إعلان عن بداية مرحلة جديدة تنطلق من إلقاء ما جرى من خلافات وسوالب خلف الظهور وعدم النظر إليها أو الحديث عنها. وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في لقائه قبل أيام مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتاب الرأي اهتم بالتأكيد على أن القمة كانت بداية لمرحلة جديدة وأنها كشفت عن النوايا الحسنة وعكست الطموح والعزم الراسخ والأكيد لأصحاب الجلالة والسمو قادة الدول مجلس التعاون نحو تعزيز العمل الجماعي ومعالجة كل المشاكل والتحديات التي تعرقل مسيرة العمل الخليجي. قيادات دول مجلس التعاون وحكوماتها وشعوبها تعيش اليوم بداية العهد الجديد الذي عنوانه الخير والمحبة والتجاوز عما مضى والمضيف في درب الإنجازات. لهذا فإن المطلوب من الجميع رؤية النقطة التي وضعها قادة التعاون في آخر السطر. نشرت صحيفة الوطن أن معهد البحرين للتنمية السياسية أعلن عن إصدار جديد من كتبه بعنوان دليل البروتوكول والمراسم للبرلمانيين والدبلوماسيين للاستفادة منى الزايد للأستاذة منى الزايد، ويأتي هذا الإصدار انطلاقا من حرص المعهد على دعم الباحثين والكتاب. نتحول إلى صحيفة الأيام ونطالع منها أن وزير الإسكان المهندس باسم الحمر قال أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة مبادرات لتوفير خدمات فورية تمكن المواطن من الاستفادة من الخدمة الإسكانية دون الحاجة إلى الانتظار، مضيفا أن الوزارة تعمل على تحفيز القطاع الخاص على توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار معقولة في متناول المواطن ذوي الدخل المحدود. لفتت صحيفة الأيام أن عدداً من المشاركين في ندوة الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين أكدوا أن الممارسات التي تقوم بها الدوريات القطرية ضد البحارة البحرينيين تشكل إخلالاً بالقيم الأخلاقية، مؤكدين دعمهم لإجراءات وزارة الخارجية تكليف مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحارا. بيّن الصحيفة الأيام أن إحصاءات رسمية جديدة أظهرت استمرار معدل نمو حركة التوظيف بالقطاع العام بنسبة 2% مقارنة من العام الماضي، حيث تم توظيف ما يقارب من 1000 بحريني بالقطاع العام حتى الربع الثالث من العام 2020. من صحيفة أخبار الخليج نطالع أن معهد الدول الخليجية في واشنطن نشر تقريراً بعنوان البيانات السيادية تطوير وتسويق المجال الرقمي في مملكة البحرين، حيث سلط الضوء على مظاهر التقدم التي قامت بإنجازها مملكة البحرين في مجال التقنية الرقمية. بيّن الصحيفة أخبار الخليج أن النائب العام الدكتور علي البعينين أصدر قراراً بإنشاء شعبة متخصصة ضمن الهيكل الداخلي لوحدة التحقيق الخاصة تسمى شعبة شؤون المجني عليهم والشهود، والتي تختص بالتواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود لتعريفهم بالإجراءات القانونية المتخذة ومجريات سير التحقيق والتصرف النهائي فيها. بيّن الصحيفة أخبار الخليج أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أعلنت عن توفير خدمة طلب إصدار وتجديد الإقامة بالكفالة الشخصية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الصباح، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق BHTV&Radio وموقع live.ph. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.